السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. بهذا المقطع الفيديو رح نتعلم كيفية تشجيع الامتحان اليوز الخاص بجامعة مغرب. طبعا اجرة الامتحان ضمن تركيا هي 250 ليرة تركي، اوكي. بالنسبة لهدف اجور الامتحان ورقم الحساب هذا هو. هلا بنروح للتشجيع. هلا نختار المركز الامتحان اللي بدنا اياه، تركيا مثلا، اوكي. نعطي لتحت انشاء حساب، الايميل، كلمة السر من عنا، بعدين نأكد كلمة السر مرة تانية، بعدين نحط الكود اللي أمامنا 9 ري، بعدين نعطي تسجيل، أوكي. هلا راح نحمل صورة شخصية، نعطي تحميل صورة شخصية، نعطي حفظ. الملفات اللي راح نحملها كلها للسيستم حصرا لازم تكون PDF. وصل الدفع، بنحمل وصل الدفع كمان ملف PDF، لأنه ملفات JPG أو BNJ بيرفضون تحميل الجواز السفر او الكملك. طبعا بعد ما نحمل الملف تمام، بيظهر امامنا بهذا الشكل انه تم تحميله، بنضغط علينا اندر، ضغطنا عليه بيتم تحميله. هذا الملف اللي عم حمله انا كتير كبير، راح اعطي اكس، اختار ملف تاني اخف، اعطي كايدت، تمام. هلا تحمل هذا الملف الثالث. هلا ندخل معلومات. هلا هون الاسم، الكنية، الجنسية، سوري الى اخره، مكان، تاريخ الولادة، ذكر او انثى، العنوان، المدينة، الدولة، رقم هاتف، رقم هاتف ثاني، فاكس اذا كان موجود، بعدين نعطي صح، بعدين نعطي قايدة. هلا هيك بيكون تم التسجيل بنجاح. هذا كل هو التسجيل، نعطي هون تمام، اوكي. هيك بيكون انتهينا من التسجيل. طبعا لا ننسى دائما بوصل الدفع لما بدنا نسجل بيكون مكتوب فيه اسمنا ورقم الوثيقة اللي عم نحنا نشتغل فيها، الكملك او جواز السفر. هيك بيكون انتهى التسجيل، اوكي. ورقم الباشور تبعنا، يعني رقم التسجيل تبعنا، كان معكم علينا.